برو هالنكتة اللي عملتها عن البلوك تشين وانا هالنكتة عملها من برو ما تضحك انت ما كنت Lebanese entrepreneur and the man redefining comedy in the region. So كان في بالجامعة طوني أبو جابدة وكان في جورج خبيت وحدا منهم إجا قال لي ليك صراحة الكوميدي مش لقلك داز إنه هلأ هيك بتأثر لأن لقلي it was mind blowing لأنه كنت حتى لما أفشل بليلة ولا أفشل كون ما حدا تضحك لي كل الليل إرجع هيك عشيب دغري فكير ولا لا 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 جون جون ما فيك تروح بهول النيجاتيف ثوت لأنه أنت رح توصل رح تقول مان you made it بعتيد في موضوع كتير مهم عبالي أحكيك عنه وهو الانسيدنت اللي صارت معك في محل حدا راد الأذية أنا أخدها أبعد بكتير من الستاند أب أنا الكوميدي هو مساج نمبر وان قبل ما يكون بضحي كان مواضيع ديب أكتر والمواضيع بيضايقوني والمواضيع بيأذوني بيرسونلي ولقلي this is a way to express emotion المنتل toughness I think هي أصعب شيء سبسكرايب على يوتيوب وتابعونا على جميع مواقع التواصل هلا خلينا نكمل الحلقه نحن جاهزين ريكوردينغ اوريدي بطل ويلكم انذر ابيسود اوف هاير تيك نحن كثير انا كثير محمس اليوم فيري فيري هابي تو هاف ا فيري سبيشال جيست فيري يونيك ابيسود فيري يونيك ابيسود صراحه اتس نوت سمثينج وي تاكلد بيفور و ذس جاي انا بالنسبه لي هيز ان انسبيريشن تو ماني ف I would like to give the floor to John Ashar. Thank you. Well, I'm John, super excited. Finally, ركبت. يلا وين كثير مبسوط. John قد ما معود عرفت شوفك انا صراحة I haven't been to one of your shows. I'm sorry ما تزعل مني. ما علي خبرني. بس انا قد حطني بالجو عمل لي انتروداكشن على الطريق طويلة عريضة مشان ليك برو بس انا مش حاضر. قلت له برو great. Thank you حبيبي. يعني لما يزعل فتة شوي فيه بس انا I've watched اكيد a lot of YouTube videos تيك توكس you're all over the place كل شي بلاش حاضر كل شي بلاش كتر منه صح خلص هون بدبي حنحضرك هلا ان شاء الله when you have your next show soon we'll be able to watch you انت بس خبرنا امتى فجون happy 25 سبتمبر ما تقول ما قلت لك حيشوفني قاعد قدام social district لا لا I won't announce the venue هلا بس the 25 سبتمبر خلص كيفك جون how's everything going كل شيء بعقد مان مبسوط it feels good to be back دبي you've been away من شهرين مان شهرين ببيروت كل ليلة performing 63 شو 12,000 شخص حضروني ببيروت it was crazy it was the craziest thing عامله بحياتي يعني افتكرت هيك انه خلص قطعت craziness كفاية بعد التور وبعد قطر والشول اخر شوات عملتهم بدبي بماي ورجعت رحت على لندن رجعت مان الطلعة بلبنان كانت جنون Did you expect it لهالطلعة ولا لا I wasn't expecting اكتر شيء I wasn't expecting هو انه عملت 3 ميجا شوز يعني شوات اكتر من 800 شخص يعني عملت كولد بيروت 800 عملت اهدنيات 1100 وعملت او بيروت شي 1100 كمان This was خلص يعني ما عم بفهم انه ده العالم بعدهم عم يحضروا الكونتنت القديم اللي افتكرت انه ما حدا بقى بده يحضره والبقوي كانوا كلهم نيو شوز عم جرب قصص جديدة وهيك كتير مبسوط وسوبر تانكفول وغريتفول لشو صار يعني طب وجون انا بس regarding this topic شو بتعتقد هلا اكيد شو بتعتقد was the main cause لهيدا الجنون اللي هلا عم بيصير اخر شيء وخاصة بلبنان Is it a build-up? Like, بلش البيلد-up بكوفيد. العالم فجأة صاروا يحضروا stand-up وحضروا stand-up على نتفليكس لأنه خلص نتفليكس ما بقى في شيء يحضروا. وصلوا لمحل. وصلوا للستاند. شافوا واحد حامل مايك قالوا يي خلينا نشوف هذا شو عم يعني. ليك قول بيضحكوا. فجأة نحن نزلنا وقتها stand-up بلدي. ما بحب كتير أحكي عن stand-up بلدي. كنت بعدني صغير. ما عندي ولد وحامل ميكرو هيك وعم خبر نكت عن زواجي وما بشو.
سو وقتها طلعوا نكت ستاند اب بلدي انا مان شو هاي العالم وهيك, وفي عالم كثير نعرفهم من ورا ستاند اب بلدي يعني شادن نور حسين اكثر من ما انا عرفت براكتيكلي, وكمان شاكر وبعلبك عملوا شغل سوبر حلو يعني, وانا كنت اقل واحد اي ثينك عرفت من ورا ستاند اب بلدي اي ثينك بارت من البرفورمانس اكيد كنت اقل ريليتابل للماس من غيري وهيك, ولقيت اتس فاين قلت انا انه خلص ات ويل جرو اورجانيكلي يعني بطبيعه الحال يعني, وصاروا القصص يتطوروا عندي ريل ذات وينت فايرل بدبي, رجعت من بعدها صاروا كذا ريل جوينج فايرل, بعدين ما بعرف وين صار الباز, وانا طلعت على التي في مره مع هشام ومره مع منى ابو حمزه, وخلص من وقتها صرت هيك امشي ببيروت كل عام تعرفني بقول لها صاحبتي كيف هول العالم بيعرفوني, انه من وين بيعرفوني العالم وليه بيعرفوني, ويصيروا مثلا يجوا يكملوا نكته معي برو هالنكته اللي عملتها عن البلوك تشين, وانا هالنكته عملها من برو ما تضحك انت ما كنت وهالنكته اللي عملها صرت طلع من كيف العالم عم يعرفوا هول النكت, واز يعني مش بين ليله وضحاها انه اخذت بروسس وصار قصص يزيدوا, وهون كانت المشي لأن كان لازم to meet expectations العالم مية مية. خيال انت قبل ما كانوا بيعرفون العالم, سو كانت لما اطلع on stage شو ما قلت اوكي رح نعطيه شانس رح نضحك له بركة it's going يعني نشوف شو رح يقدر يعمل, هلأ العالم بيجوا مع high expectations, خيال انا I need to exceed هول expectations وهيدي المشكلة هلأ هلأ ما هو the thing is مثل ما قلت يعني كمان social media ساعدتك كتير مظبوط انه اكيد انشهرت وفايرلز فيديوز وينت فايرل, بس كمان هول الريلز يعني العالم عم بتشوف لايك ذا هاي بوينت يو نو ان وان ريل دي سي ذا هاي بوينت اوف ذا ستاند فايت ميبي ذي اكسبكت ذات بكل الشو صح سو قد بنقول للعالم جاز الريلز اللي بنزلهم هن تكنيكلي بس يلي زبطوا اوقات كثير ما بيزبطوا جاز, مش كل ما احكي حدا ضروري كنا نضحك اوقات ما بيزبطوا سو ديبيند, وكمان هيدي تيستمنت بحس لهلا شو عم نشهد ان كيس ان تيرمز اوف ذا الجوريثم تبع تيك توك او انستغرام, انه من قبل 2019 مثل ما يو منشن مثلا قبل كوفيد كانت صعبه تتلقط مثلا بشي ابلكيشن مثل تيك توك وير اذا كتير صار في عليها شيرز او ترافيك معقول كتير عالم يشوفوها, بس هلا لو عامل انت بيس ب 2017 او 2016 هاي مش هذا كمان مثلا بريلز تيك توك فوتبول او باسكتبول بيرجعوا بيضربوا بيرجعوا بيعيشوا من جديد مش هقول مان انا في ريل 9 مليون فيوز يعني هيدي why did you come to Dubai لا مش لبنان يا ريت هيدي why did you come to Dubai I came to change my phone هيدي النكته في حدا شافني بالنيبال اجى قال لي you came to charge your phone انا بطلع من وين بيعرفني هيدا الزلمه ايه سو لقلي definitely كان في مومنتوم definitely استفدت من المومنتوم, بس هلا التريك هي how to meet or to exceed expectation يعني customer experience 101 مثل حياة لشركة هيدا بعطيها بالتريننج سبعة انه انت اوقات لما اليوم بتروح على شركة ما بيقديك بقى يعطوك هيدا الليفل بدك دايما اعلى وبتطمح لأعلى وهيدا التشالنج بالستاند اب لان خلص عم نتحدى حالنا ده بدك يعني. تزيد احسن واحسن جون كل هالمواضيع كمان حنفوت فيها ديبر, بس بعتقد في موضوع كتير مهم عبالي احكيك عنه وهو الانسيدنت اللي صارت مع نور حجار بلبنان, لان obviously انت كمان في ريسك يصير معك هالشغلة شادن شاكر اتسترا كل الكوميديانز الستاند اب كوميديانز اللي بلبنان they're at risk of having the same issue, ما بقى بدي اشوف وجهة نظرك على كل اللي صار يعني انه بدك الفول وجهة نظر بدي فول وجهة نظر كله. اكيد انا برأيي هيدا كان اوكي من ورا هالانسيدنت اكدنا انه بعد في كتير محل للستاند اب اوكي بالعكس يعني انا هيدا الانسيدنت زادني كوميتمنت للكوز انه لا ستاند اب باقي وباقي لما لا لا مدى يعني لا لا ابد الى ابد الابدين يعني اليوم يلي لازم نعمله يلي تعلمناه هاو تو بيلد مور تراست مع الاودينس تبعنا اوكي هاو تو بيلد مور تراست مع العالم اللي عم يحضرونا, لان اي ثينك في مشكله صغيره صارت اللي هي واللي ما برايي ما حكينا عنها كفايه من بعد هالانسيدنت عن الماس مانيبيوليشن اللي كانت عم تصير من قبل النظام للراي العام, هيك مانيبيوليشن للراي العام ضدنا كانت
اول مره بنشهد كل النظام بكل ادواته عم بيحط استراتيجي واضحه من اول ما نزلت الريل تبع نور اللي خاصه باي ذا واي. ما عم بحكي باسم نور ولا باسم حدا سو بس عم بحكي انا كيف شفت القصص. نزلت الريل اوكي في عالم محل ما يوجهوا اصابع الاتهام للمؤسسه العسكريه اللي هي وصلت الوضع للي وصل له. قرروا ينتقدوا كوميديان يلي حكي عن الموضوع مثل ما هو بلا ولا اي راي بالموضوع باي ذا واي. يعني حكي عن الموضوع مثل ما هو على القد. المؤسسه العسكريه ما قدرت له لنور لانه ما في محل دي كان يتهموه بشيء اوكي. سو عالم فجاه بلشوا يشتزقوا قصص لستاند اب كوميدي بيتس قديمه عملها نور اكثر من 5 سنين وبلشوا يخترعوا قصص. يعني هون بتشوف الاذيه. يعني راحوا اخترعوا مظاهره بطريقه جديده عن عالم عم ينتقدوا شو قال نور. وهي المظاهره ما انوجدت, طلعت مظاهره كتير قديمه مغيرين للبانرز من فوق وتحت ليفرجوها انه هلا مظاهرات في طريقه جديده. ها مانيبيوليشن. هون صرنا بحدا بده ياذي. انا بفهم العالم تقوم قيمتها اوكي, وبفهم في طريقه تو ريبيلد تراست مع العالم يلي اتضايقت لحيلا ونفسر موقفنا ونجرب نشرح للعالم نحن شو كنا عم نوصل. بس في محل حدا راد الاذيه علنا اوكي. سو هالاذيه اللي راد العالم مش بس اثرت على رجال الدين, اثرت على الراي العام, وهيدا الشيء رجع فوتنا من باب تاني, ظهرنا من باب من المحكمه, فتنا من باب تاني لان حدا قصد الاذيه. اكيد أوكي؟ اكيد مقصود. انا لقلي انه حدا قصد الاذيه هيدا اكتر statement ضعف للنظام. يعني نحن في تخيل هالنظام اللي بده يخلق اعداء وهمية من رينبو كيك من ميل لليوم لريل من ميل لكوميديان من ميل تاني. برو شو بعد عندكم؟ يعني بعد بدكم تحطوا كل فشلكم على عالم سوبر راندوم. يعني تذكرت بالاول في مرة مجلة باول ازمة I think قبل الثورة اذا ماني غلطان The Economist نزلوا ارتيكل انه الارزة عم بتموت اوكي, ونزلوا الكوفر تبعهم انه الارزة عم بتموت وقالوا لبنان going into a total collapse. شو عملت الدولة؟ رفعت دعوة على الإيكونومست محل ما تحل الموضوع. يعني تخيل انت اليوم محل ما بدنا نروح نحكي عن شو الهيدي بالبزنس بنسميها روت كوز اناليسيس. روت كوز اناليسيس لتعرف شو المشكله لو وصلنا لحدا يعمل هيك ريل. لا 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 برو, في مشكله بالريل يا حبيبي. لا ما في مشكله بالريل, هي المشكله بالمشكله. هي المشكله موجوده. ليه وصلنا لبلد هيك بيتعمل العسكر تبعه؟ وليه وصلنا لبلد هالقد بيتاثر بقصص بنكته؟ سو هيدا هي المشكلة اللي كان لازم نحلها. لقلي بالعكس كتير اوبتيميست, مش انه اوبتيميست لأقصى الحدود انه ما خلق مومنتوم احلى للستاند اب من مومنتوم يلي نحنا فيه هلا. اكيد اوكي. هاويفر يلي نحنا لازم نعمله اس كوميديانز وهيدا شيء كتير مهم, هو تو ريبيلد تراست مع الاودينس. في شيء بالستاند اب اساسي مع الكوميديانز اللي بنحضرهم بامريكا, هول العالم لو شو ما قالوا على الستيج العالم رح يضحكوا لهم. ليش؟ لانه العالم بيوثقوا فيهم انه هول العالم ما بدهم يؤذوا حدا. هيدي النكته حجمها نكته. بركي اوقات بدنا نحكي عن موضوع معين اوكي, بركي اوقات وي وونت تو ما بعرف تاكل موضوع معين من باب النكته لنقدر نوصل المساج. بس العالم اللي عم تحضرنا عارفه انه نحن عم ننكت. يعني لما اجى بيلبر عمل بابو ظبي العالم عم تحضره عارفه انه هو عم ننكت لو عن شو ما حكى. لما اجى كيفن هارت عمل بابو ظبي بنعرف نحن انه كيفن هارت بالاخر عم ينكت, هو كوميديان. سو نحن اليوم مسؤوليتنا بالسين بلبنان بعد ما شفنا هالماس مانيبيوليشن للببليك اوبينيون اللي ما بحياتها صارت ضد حدا قد ما صارت بحرام ضد نور اوكي, نعرف انه نحن في تراست كانت شوي مش شغلين عليها كافيه. وي نيد تو ريبيلد هالتراست, نشدد البراغي مع العالم لبعدين شو ما نحكي العالم رح تصف معنا دفنتلي. لا ابو ليك يو تاكلت لوتس اوف ستاف باللي قلتون. خلصت خلص هذا الموضوع. بس هل هيدا الاتاك, انا بالنسبه لي انت يعني قلت هل الاتاك اللي عملوه النظام اوكي دي مانيبيوليتد
التفكير تبع الشعب. يعني some people بركي شوي استفزوا وشافوا النظام شو عم بيعملوا قالوا ما حق. بس انا برأيي النظام اللي عملوه مثل ما قلت بينت اكتر انهم they're weak وكذابين اكتر. يعني انا ما انا من جهتي هلا اكيد الببليك اوبينيون تبع لبنان مش بس رايي الي, بس انا رايي انه اللي عملوه هن انه ما من لازم ياثر بالتراست بين الكوميديانز وال ايه. بس هين بتعرف انه كتير صعب نستكتب كل الاراء لانه مزبوط. كل حدا جاي من باك جراوند معين وبرايي كمان حتى وقت الثوره حتى وقت الانتخابات we usually tend to underestimate قدي الامباكت تبع النظام على العالم وقدي عندهم هن السوشيال ميديا تبعهم عندهم الجنود الالكترونيين تبعهم عندهم هالمانيبوليشن هالماسيف هالجروبات الواتساب هالجروبات الفيسبوك لما بدون يطلعوا كراهية فينو يطلعوا كراهية ماسيفلي بمساج واحد. يعني اجمع كل الاحزاب كتير منظمة when it comes للسوشيال ميديا when it comes للجروبات الواتساب وهول الاخبار. نحن بوجه هالقد نظام انكري بحياتنا هالقد نظام فايد بالتفاصيل تبع العالم فايد بحياتهم اليومية سو نحن دايما بنقدر استمتع بروما الببليك اوبينيون معنا. لا 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 الببليك اوبينيون بدها كثير شغل. ببليك اوبينيون في عالم ما عندها نفس الاكسبوجر يلي نحن عنا اياه, في عالم ما عاشت نفس الاكسبيرينسز اللي نحن عشناها, ما كانت تحت احزاب ورجعت بطلت وقالت يا الله انا هلا صرت اوبجكتيف اكثر وشفت القصص. لا لا لان ما طلعت لهم هالاوبورتونيتي. وانا اليوم اي نيد تو بيلد بريدجز مع هول العالم. يعني انا بدي نيكست تايم حدا يشوف نكتة مثل نور حجر يقول يا زلمة ما هي عم يحكي مشاكلنا, ما هيدا الزلمة عم يمثلنا, ما هي الزلمة عم يحكي على قد. انا اليوم كعسكري محل ما بحس انه هيدا الزلمة جرحني مثل ما كانت الخبرية, لا انا بدي احس خيمة الزلمة عم يحكي مشاكلي, انا اليوم عم عاني كعسكري وانا بدي افهم العسكري لما يجي يقول لي ليك برو انا اليوم خلص عم بتعب كتير بين انه شغلين بنفس الوقت وعم جرب ضحي كرمال عائلتي. سو لهيدا السبب رأيي فكرة التراست نحن كتير هلا نحن ثلاثتنا هون عايشين هلا بدبي ونشوف القصص دفنتلي من غير طريقه, بس كمان وي نيد تو اندرستاند كل الاسترات سوسيال تبع المجتمع. بس تو ذس بوينت اتس انترستينج لانه حسب ما عم بفهم عم تقول انه هن ركبوا هيت بيس على نور وبنفس الوقت حسب كمان شو فهمت انه نحن اذا وي بيلد ذا تراست از ا ويبن وي كان فايت ات. بس واتس ذا فاين لاين اوف بيلدينج ذا تراست, what are the approaches we can have especially you as comedians to build this trust by extension build this weapon to fight the hate piece. كثير حلو السؤال. نبلش small wins, مش ضروري نفوت باكثر مواضيع صعبه to tackle. نبلش شوي شوي. كان شو بدكم نحكي اليوم عن الحيوانات؟ خلينا نحكي عن الحيوانات. شو بدكم ننكت عن الاكواريوم؟ فاين ما بيأثر اوكي فاين شوي شوي اوكي. معقول النكت قصص مثلا ان برايفت ما نطلعهم بايفنتاتنا ما نطلعهم اونلاين لانه اونلاين ات كان بي ايزيلي مانيبيوليتد ليتر وتشتزق منا وشو ما بدك. بس اللي فينا نعمله انه اول شيء نخلي العالم تو تراست اس انه نحن عالم بنضحك اوكي, مش عالم جايين تو اوفند اني ون, مش عالم جايين تندق بالمقامات وندق بالقيم. لا لا اصلا نحن ولا مره جينا قلنا انه نحن جينا ندق بالقيم, نحن مساقب نحن العالم حضروا نكته وحده اوكي. بلا ما نحكي عن نور اعتبر انا خي اعتبروا حضروا لي نكته وحده, انا عامل نكته اوكي العالم ناشريني على تيك توك ناشريني اوكي, بس انا ما حضروا كل بقيه النكت. ما العالم اللي هلا عم ينشروني جربت تشوف اذا هن فولورز ما هن فولورز الي. يعني تخيل انا كل البروسيس ما أدى 7 سنين ستاند اب ما أدى لأنا لما نزل نكتة وسب فيها العالم بس علقوا على المسبة ما علقوا على الكونتنت تبع النكتة ولا أنا نكتت هيدا النكتة أوكي. سو بنفس الوقت أنا لقلي بعد البروسيس طويل to build trust we build trust through small wins making sure أنه العالم عم تفهم أنه نحن عم ننكت. شو بقى ننكت عن عن الدولفينز؟ تعم ننكت ما بقى السلماني مننكت عن الدولفينز. شو بقى ننكت عن الحياة الزوجية؟ فاين ممكن مننكت عن الحياة الزوجية خلينا شوي شوي. سو لما يجي نهار أنا نكت عن الوضع المعيشة بالبلد بنو برو بس الزلمة عم ينكت ما برو ما شو بيك ما هيدا كوميديان بالآخر شو أكيد بده ينكت عن ما نكت عن كل هوليك صار وقت ينكت. سو I think we underestimated as a community. By the way بس عم بحكي عن حالي ما عم بحكي عن حدا. We underestimated as a community انه الpublic opinion رح تكون معنا و practically مني اكيد انه كانت معنا
ماني اكيد ما بتعتقد من شفت الهجمه اللي صارت علي لان دفعت عن نور بعدها بجمعتين لانه كنت بشو وحكيت عن شو صار مع نور. الهجمه اللي زاد ما مش معقول لا انه العالم ما كانوا هون اخر جمعتين ما شافوا المانيبيوليشن ما شافوا بس ما بيأثر معناتها نحن we're doing something wrong. في شيء بالكوميدي 101 ولا مرة الحق على العالم حق علينا إذا في شيء هن فهموه غلط حق علي أنا ما أخذت وقت لفسر إنه ما تنفهم غلط إنك بس هيدا يعني كتير الدولة بتاخد accountability مثل الكوميديا بتاخد أكثر من لأن عن جد ولا إنه جون عم بتضلك ترجع على حالك وعلى الكوميديانز يعني أنت عم تحط responsibility على حالك مسؤولية على حالك إنه you need to build that trust. بس في شغلة أنا كمان يعني I wanna tackle يعني بعد أوقات you're gonna build that trust okay. بس في عالم كيف ما لفيت ودرت وطلعت ونزلت حتضل لو شو ما كان يعني فين أقول لك شيء ما في ها مسؤوليتي لا بس أنت بس هقول لك شيء حتى the biggest comedians مين بدك ديف شابيل اوكي one of the biggest comedians out there فأنه بيضل في عالم بيطلعوا بيحكوا عليه هو يعني بآخرة النهار بدو يضحك العالم اوكي he talks about certain communities certain people make certain jokes that angers people بس هو he just wants to make people laugh يعني at the end of the day انه انا بس فكرتي حيضل في عالم حتكره there's always gonna be haters ما بعرف والهيترز رح يزيدوا كل ما تزيد شعبيتنا obviously ما عندي كتير جواب لهالموضوع بقيت شهرين ببيروت بدايلما على هيدا التوبيك لانه انا كنت احكي على قصص شوي شالو بالوان اور تبعي القديمة بالوان اور هلأ عم نزلها احاديث صاروا ديبر شوي اكتر اوكي سو في محلات معقول سب لانه هيدا الشي بيعكس هيدا هي لحاله موضوع المسبة انه اذا المسبة بتعكس فيلينج معين اوكي لكن خلينا نسب لانه اصلا هيك كنا رح نحكي بين بعض اذا المسبة منا بمحلة بلاها المسبة اوكي بس بغض النظر سو اوقات بكون بسب بيجوا عنا بيقولي ليك احنا قدرنا اول كونتنت بس هلا عم بتسب يا جون عم بتسب تربرو بس ما هيل انه هلا عم بحكي عن مواضيع ديب اكتر وهي المواضيع بيضايقوني وهي المواضيع بيأذوني personally ولقلي this is a way to express emotion هي المسبة مش كمسبة هي المسبة طريقة لعبر عن استياء معين انا عم عيشه ما في طريقة تانية عبر قدام استاء قبل مسبة لانه culturally بثقافتنا اللبنانية هيك بنعمل بتعرف انه بغير ثقافات بالدول العربية ما في مسبات فاين بقوله يعني اسوأ كلمة بيقولها هي منا شيء قدام نحنا لوين معقول نوصل بس this is something culture I wish فيها نتعلم منها بس هلأ احلى طريقة عبر عن السياء هي ترو المسبة وشو بيصير العالم بدرش لا 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 نحنا ما حبينا هيدا النيو كونتنت نحنا بنفضلك على قديم جون كانوا يسمونه الكوميديان المسيحي البنطلون عرفت كيف سو خيب بس انا بالاخر كمان انا عم بتطور سو بجرب شوي شوي اخذ هول الفيدباك لانه اي كريف فيدباك اوقات بطلع على انستغرام وبقول لهم جايز اعطوني فيدباك اوقات بتعرف شو اصعب شيء الفيدباك اوقات تقرا قصص مأذيه لدرجة بتحس حالك انه عندك مرض مستعصي ورح هالقد بتكون مأزية هني كتير بيزدوها كمان سو بتقرأ الفيدباك هون بتقرر شو بدك تعمل بالفيدباك هل انا بدي اسمع للعالم ولا بدي انا اعمل يلي براسي بجرب اوقات شوي to compromise يعني بدي اعرف كمان العالم وين they stand وانا وين I stand ليك بس ياريت سجلت الكول اللي عملته مع بي اليوم بعد الظهر لانه بي كان عم يقول لي جان انه انا العالم عم يشوفوني على الطريق بيقول مان انت بي ولا جان انا كثير بشبهه لباب سو كثير هين تو ريكوجنايز يعني دغري يعني انت بي ولا جان ما بعرف شو وقول له لجان انه احنا كثير بنحبه هيك بس انه شوي انتبه ما يسبها اخر وحده نزلها كانت شوي قلت له باب بس انا عندي مسؤوليه كمان انا اذا رفيقي كان بالحبس ما في اطلع اقول لهم برو عن جد يعني انتو كتير ميشان هيدا النظام وانا ما بحبكن لا حبيبي بس انا كمان كل وقت بيعطي حكمه يعني دفنتلي العالم بدي اياني يكون سيف بس انا كمان عندي هلا مسؤولية تجاه العالم انا بكرة بعد 20 سنة اذا اختفت الصين ولا بعد 20 سنة ما وصلنا اللي بدنا اياه وما قدرنا نغير شيء بالبلد ومع كل شيء نبح صوتنا على 20 سنة نحن عم نحكي كيف نغير العالم ما قلتش تقول لي ليك معلم نحن سمعناك ل20 سنة بس ما في شيء تغير انا اليوم عندي مسؤولية انا ها بيرسونلي كمان ما عم مثل حدا من الكوميديان انا اخدها ابعد بكتير من الستاند اب انا الكوميدي هو مساج نمبر 1 قبل ما يكون بيضحك
خلص وهات تنعت بعد اخر الصيفيه وبعد يلي صار مع نور انا الكوميدي تبعي نمبر 1 هي في مساج سياسي من وراه نقطه مساج سياسي لجماعتنا بلبنان ومساج شو يعني سياسي كمان سياسي يعني خاصه انا هلا بحكي عن شغل الكوربوريت اوكي بس هي مساج سياسي مساج سياسي عن طبيعه حياه نحن بنعيشها عن شركات اليوم عم تستفيد على ظهر موظفينا بس هي مساج سياسي مساج سياسي مش يعني كل مره بدك تقلب نظام مساج سياسي انه العالم تو ريفلكت على حياه معينه لما حكيت قبل عن المحكمه المارونيه بالستاند اب قبل هيدا مساج سياسي انه مش يعني كيف يعني حياة زوجية لكوب المحكومة من محكمة مارونية بتأخر لهم كل حياتهم على 3 سنين ليطلقوا بس لأنه في رجال دين متحكمين بهيدا النظام وهي مساج سياسي وأنا لقلي هيدا نمبر وان نحنا عم نغير نظام نقطة كل شيء بيصب بهيدا الأساس بكل وقت بيعطي حكمه بالأوقات القصص business going as usual أنا ما رح اتعرض لمحلات لانه I'm in the process of building trust اكيد بس باي مواقف معينة مثل رفيقي رحوب الحبس ايه نق ما في اطلع انا معلم سوري نكت عن الحوت تعرفت لا رح نكت عن الوضع اللي نحن فيه هون حتاخد هون اكيد بدك تاخد بهالحال استان حكيت كتير على نظام اللي بلبنان ولا اكيد نحن يعني many would know كنت قبل انت قويت وقت الجامعة وكذا بدي شوف نظرك كمان هلا على كل النظام السياسي هلا القوات بلبنان do you still support what they're doing لا لا انا حرام برايي القوات they are stuck من كثير زمان يعني عن جد مش عارفين ولا الخط السياسي اللي بدهم ياخذوه ساعه سياده ساعه نص نص ساعه ما بنعرف لفت شوي كثير ما بعرف اذا اسمه حتى براغماتيزم لان منه اصلا براغماتيزم يعني اوقات كثير دي شو براغماتيزم تقول انا اوكي عم نفهم شو عم يحكوا وبعدين دي شو سمثينج توتالي ديفرنت سو اي فيل من الاحزاب يلي علقانه وما عندهم ولا اي نظره لكيف القصص معقول تتحسن للمستقبل ولا حتى دي ار وركينج تووردز ا سيرتن مستقبل يعني ما عم تحكي على القوات او كل النظام عم بحكي على القوات لانه كنت شوي مقرب منهم بفترة بعيدة من حياتي بس لكل النظام فارط يعني فارط يعني ما انه ما فارط اوكي كانت سايبية حلو هي المطاعم بس البلد منه ريزورت عرفت كيف انه البلد ما بيمشي لانه ريزورت اوكي خيي بركي الوضع الاقتصادي هيدا هو اللي ميت تبعه العالم رجلجوا حالهم بس هي منه بلد هي ما فيها ما في انفراستراكشر الدولة ما فيها تزفي الطريق اوكي شي. حبيبي المطاعم طلعوا مصاري ونحن اشتغلنا كتير كتر خير الله بالصيفية والعانة ايه بس بالاخر بحيالة تك بيوقف الانترنت بكل البلد شو بتعمل بهاي انه ما بالاخر انت الدولة وجودك كمان تساعد العالم ليعيشوا على ليفل احسن من انه يعيشوا لحالهم اذا هلا بتنزل بيروت كلها مدروزة سولر ايه كلها انا ببنيتي هل هيدي هالطريقة الاصح كرمال نحن تو مانج ازمة الكهرباء كل واحد يعمل كهرباء على حسابه ما بعرف بس جون انا معك نظام فارط فاشل فاسد بلا ما نسبسب كمان هلا يقولوا لنا سبينا بس انه بتشوف وانت عم بتقول you're trying to deliver a message بركي تغير التفكير الرأي العام بس عندك امل لبعدين اكيد عندي امل شو قاعد عم بعمل عم طحي قلبي انا البلا تعمل فما عندي امل اكيد عندي امل قال لك نمبر 1 ثينج عندي امل مش عندي امل عندي امل بعد اكثر من قبل لان كل ما يفرض في void يا اخي نحن عم نعبي الفويد اليوم انا احلى ستوري حدا نزل لي اياها هي كوت لحدا اوكي بس ما ناسي لمين الكوت اوكي بتقول what a moment what a time where we trust our comedians and we make fun of our politicians بقلي مان قلت مان ليك نحن وين ليك نحن وين انه في عالم هلا بيجوا على الشو ليسمعوا اكشلي شو هي اكشلي انا لقلي الشو منه بس one way هي اكشلي conversation بتصير through laughing في conversation بتصير سو نحن technically through conversation عم بتصير عم نحكي باسوأ وضع لبنان قطع فيه عن نحن نظرتنا للنظام اللي نحن فيه في void في void مش طبيعي بهيدا الوضع وهيدا بيعطينا امل اكتر بشغلنا ككوميديان
بس رح نقول حديثة محل تاني. عندي كمان مسؤولية as comedian بالبلدان يلي ما عم عاني منها من هالمشي. أنا صراحة I'm thankful and grateful إن اليوم بدولة الإمارات أوكي اليوم حتى خطابي بيتغير. اليوم السبيتش تبعي هو أكتر بركي عن عالم الكوربوريت بركي صح. How we are stuck بركي كيف نحن على الأنين بنحس حالنا عم نمشي مثل الهامستر ساعات بتقلي بحس حالي عم بمشي مثل هامستر كيف نوقف how to assess الحياة يلي ورانا هلأ definitely ما بعرف بركي مش ضروري سميها انه هيدا حكي سياسي بس هيدا حكي سياسي when it comes انه للعالم ينقوا مستقبلهم كيف يشوفوا حياتهم كيف يكونوا يصيروا unstuck من السيستام يلي انخلق لونه يلي بتحس اوقات انه انت علقان جواته 100% I think لا it's very interesting انه مثل ما قالت you tailor your message based on the country you are اكيد اكيد وكنا عم نحكي عن القوات وذكرت انت هاي كانت فترة بعيدة من حياتك بلشنا الحلقة كنا عم نحكي عن the most recent incident طبعا نور حجار بس هلأ إذا نرجع شوي لميموري لين ونرجع للجون الولد كيف بلشت بالمدرسة كيف بعدين رحت على الجامعة أنا I was always interested in knowing إذا الكوميدي إلك كانت nurture أو nature وكيف انت خضت هيدي المرحلة من حياتك going into your teenhood adulthood وامتى انفقت من النوم وقلت لا انا كوميديان و I want to pursue this journey اوف اوكي انا وصغير ما كان عندي اصحاب كانت كل مره يدق الجرس بالمدرسه انه صلي اكشلي انه ما يدق جرس الفرصه لما نطلع على الفرصه لانه ما كان عندي حدا to hang out with وكان هيدا الشيء ما بدي اقول ما كنت بولد بس كانت هيك انه من عرفت انه not the most popular maybe مش the most اخر يعني ما بعيد عن popularity وثاقبت كنا مرة بالمدرسة بمثل هيك كوميتي داكتيفيتي سوسيال هيك بنعمل social events وانا صرت فوت بهول الجروبس وحتى وقتها فتت كشافة بنفس الوقت الشغلتين كتير ساعدوني لانه بهيدا الجروب يعني محل ما كنا نعمل activities كان الجروب كله بنات اوكي وكنت انا هيك انه هيك ركت نكته وكانوا هن البنات البوبولر تبع المدرسه سو يروحوا يخبروا اصحابهم البوليس عرفت كيف انه هيدا جون لذيذ وما بعرف شو انه والله بنكت انا قلنا انا شو هيدا الشيء عم يساعدنا اتسيم مثلا صير قاعد بالصف زادت الكونفيدنس تبعي نكت نكته على البروف عرفت سو جون واز فليرتينج جيرلز فالشباب صار بدهم يعرفوا كيف عم بيضحكوا تكنيكلي ثرو النكت والكشافة ما نعرفت بشي بالكشافة إلا بالسبيرت يعني إلا بنكتة إلا بالفية لما نقعد سهرة نار من عشية بس تخيل يعني أنا الشباب بالكشافة كلهم عضلات برو بوش أبيت أنا بعمل 200 بوش أب هيدا اللي بيركب برولاجات بيطلع ما 30 متر أنا صرت شاف بالكشافة بس من ورا نكته نكت طلع لك بادجز ايه بادجز كل شيء طلع لي بادجز بلا اسمه سبيريت جود سبيريت وبادجز فيه لما بتعمل هيك سهرات حلوه مع الشباب وفجاه لقيت مان شو هالشيء ذات كان انلوك سو ماني ثينجز بتفوت عند المعلمه متخانق معها بتعمل نكته بالهيدا بتفتح لك بواب مان بتكون علقان مع صاحبتك بتعمل نكته وحده مان بتفتح بواب مش معقول لدرجه اصحابي صاروا يلاحظوا انه جان انت بس يور هاندلينج ميتينجز بالنكت ومان لقيت انه النكته لإلي هي ابعد بكتير وهون باخدك دغري لشو يعني النكت اليوم النكتة أبعد بكتير النكتة فيها إيموشن النكتة ممربل النكتة إيموشنز اللي أنت بتعيشهم ما رح تنسيهم من لما توصل على سيارتك رح تضل تتذكرهم وفجأة بتكون قاعد بالبيت أنت صار ما تذكرت هالنكتة اللي جون خبرها ما مش معقول ولقلي خلاص بتخلق بتصير هاي ما بتصير العالم يتضحك وينبسطوا بتقول ما تخيل أنا من خلال العالم قد عم تنبسط قادر وصل لهم مسج هالقد باورفول ولقلي هون تغير كل شيء تغير كل شيء بانتخابات المدرسة لأنه صرت ديليجي من وراء صرت student representative mostly من وراء أنه بنكت على الأساتذة وبنكت مع الأساتذة بس لازم وبعرف لوين لازم نكت وكيف رجعت student representative بالجامعة vice president بالجامعة والقصص كملت كله من وراء النكت كله من وراء النكت ليك نكتك حلوة لأن أنا كنت نكت بالصف بس كبوني برات الصف ايه هذا تعرف ما تنكت سيم انتو building trust صح same process أنا ما كانوا يوثقوا فيي أبدا بس it's يعني شفت شوي بحياتك هيك you're using it you're seeing يعني it's a bit naturally coming to you بس
هل العالم يعني لاتسي واحد عباله يصير كوميدي بعتقد شخصيته لازم يكون عنده هالشخصية أبت لا ما بقى يعني أنا سؤالي حيلا شخصية في يصير كوميدي أنا بقول إيه إيه ايه باي ذا واي ذس از ا ثريت لمهنتنا صراحه بس انا رايي ايه انه هلا في عالم اوكي عندهم اياها ناتشرلي وعندهم هيك الكابيليتي اون ستيج دغري بتحس من اول ما يطلع مان طلع بالي اضحك له لهيدا الزلمه اوقات بقول مان بعدين بيضحكك لو هو ما كان ناتشرلي بيضحك سو برايي ما في صح ما في غلط وبعده تو سون نفهم كيف واحد بيوصل ليصير ستاند اب كوميديان تو سون يعني عم نحكي عن مهنة ما بعرف بلشت بالخمسينات بركة بأمريكا انه عم نحكي عن شيء كتير جديد لنعرف على الأهد شو البروسس للواحد يقدر يوصل what a great شو هي السيكرت ريسيبي للواحد يكون a great stand up comedy بس شيء واحد أكيد it's about failing more often if you're not ready to fail مش لألك هالمهنة يعني you have to fail يعني ها failure prerequisite بدك تروح بمود انه بدك تجرب لتفشل اذا بدك تضلك خايف ما اول شيء بتخاف تطلع اذا بدك تضلك خايف اذا طلعت وجربت نكته وزبطت معك ما بقى بتظهر منها للنكته بتصير بس تعيدها هي ذاتها خلص ما ها كمان ها you're not ready to fail تعرف انا خيي الصغير حيحب هالحلقه مره طلع عم بيعمل ستاند اب كوميديان هي شود مي ا فيديو اوف ات بلبنان ايه قام وعمل ستاند اب مره تضحك ومره تانية ما تضحكوا بعدين سافر على امريكا لازم يضل لازم يكمل لازم بس يكمل هونيك هي ريلي لايكت ات بس جون مثل ما قلت فيلير اكيد بيعلمك كتير وحابب افهم انت كيف كان طريقك مزبوط قلت انه اوكي دليجي ورجعت ساعدتك بالجامعه وكذا بس عن جد كيف كان مشوارك يعني انه How did you grow? كيف بلشت وشوي شوي صارت عالم تعرفك أنا هيدا اللي بدي أعرفه كيف عن جد بلشت إمتى كان أول شو فشلت فيه كيف كان أول شو نجحت فيه أول شو بالكشافة عملته بال 2010 عملت هيدا 11 أوكي على 2011 عملت أول هيدا شو أول بالكشافة ever وقت عملنا كان كتير ليم الاسم كان اسمه ستاند اب على القاعد سو ها هي سو عملناه وكنا نطلع مصاري لنسفر الشباب على تركيا ها كانت اول مره انا بطلع اون ستيج از ستاند اب كوميديان طالع بسكتشات قبل طالع انه هيك نمثل او شيء من بعدها جربت بالكشافه جربت بالجامعه وفشلت بيك تايم لان كان في تالنت شو كان في بالجامعة توني أبو جودة وكان في جورج خباز ونسيت مين كان في بالجوري وحدا منهم إجا قال لي ليك صراحة الكوميدي مش لقلك لا قال لي بروم أنا رأيي تجرب شي تاني وصراحة ما أنه ما أخذت وعطيت أنه أنا كانت اسمها تالنت شو يعني مش تالي أنا as an expert يعني تالنت شو يعني عندي تالنت بركة بنشوف شو بيطلع مهم قلت أنا I fit مرة عملنا كمان للماج بالشانفيل قالوا لي اطلع وكان عشا سيت الدينر وعشا كروي سو انا عم بحكي وحدا عم يقطع صحن الحمص وحدا عم يقطع صحن اللبنه ات واز توتال فيلر يعني توتال فيلر رجعت بعدين قلت فاين اوكي ذس از ذا بروسس وقفت لحديد لما خطبت طلعت اول مره اون ستيج العالم كثير حبوني باوكورد رجعوا صاروا يطلبوني اطلع بالغلط نقوني اطلع على ستاند اب بلدي ستاند اب بلدي كان لازم ما ينقوني انا كان در 7th تشويس ال6th تشويس راحت على قطر اوكي ميشيل بعدها هي بعدها كوميديان سو بس هلا هاجرت كمان على استراليا بقول لها ثانك يو ميشيل لان من وراك انا نقوني اطلع على ستاند اب بلدي وهيك قالوا لي ليك جون انت صراحه ما كنا منقيينك انت كنت اول نمبر 7 تشويس بس ميشيل سيرسو من جبرنا ولا حتى جبرنا ولا انه كل طريقه جبرنا ولا حتى انه مجبورين يعني ولا حتى انه مبسوطين سوري ناخذك نحن جبرنا ناخذك قلت له اوكي فاين شو بدنا نعمل خلينا سوري لكم ما بعرف بعتذر على الباد اكسبيرينس عم بقطع فيها سو ورحت وعملت ستاند اب بلدي وصراحه ما كانت السكسس تبعي ستاند اب بلدي كانت اول مره العالم بيعرفوا فيي بس انا جبت لهم حتى نمبر اوف فولورز يعني شو جاي يعني تقريبا كان عندي 1000 صرت 3000 يعني ها هي اللي عملتها ستاند اب بلدي بعدين
صرت عن جد organically يعني organically to test more often. أنا to test my limits رحت كنت من أول عالم اللي راح أعمله شو هيك لحالي بباريس ميت شخص ثقبت هونيك ما كان معي كنت أنا من 3 سنين يعني كنت أنا وصاحبتي بيوروب ولقيت أنه ما معي بقى مصاري سويتها صاحبتي لقيت شو هيك نعمل شو بباريس قلت جان بشرفك بلا وجع تراس هلا بدك تحط شو ما يجي حدا وأنت تنفقز إجا هيك شي 120 شخص قلت إجا 120 شخص عشو إنه أنا ما مش متوقع إنه هالقد عالم تكون عرفتني سو هيك سو بلاش أورجانيكلي لجيت على دبي. دبي كبيت حالي دغري لحالي يعني عملت شو ببلو بار كان هيك أول شو بعمله بجانوري 2022 سو مش من كتير زمان جانوري 2022 سنة لا شوي 22 سنة ونص فبروري قلت جان 2022 جان ايه جان سنة ونص حيصيروا سنتين ايه باخر السنة جايز وما بعرف شو صار من بعدها بعرف شو صار بلاك اوت يعني لقيت ايه هلأ ذكرني بالشعور اللي حسيته لما رحت عم فاوض البار وقتها انه بليز وبترجيك وبدي اخد محل هيك كانت هيك كانت it's completely مختلفة عن وين انا هلأ بس it's about هلا انا عم بلعب بادل قبل ما اجي لهون في الكوتش قال جمله حبيتها انه اتس تالنت اند كوميتمنت اوكي نوت اونلي اوكي سو نسيت قال لي فورمولا ببقى بقول لكم اياها exactly. هي هيدي التالنت كوميتمنت عم تحكي عنها هو كان سؤالي اللي بدي اسالك اياه واللي هو انه اتس ريلي استونيشينج كيف حافظت على هالمايند سيت سبيشلي انه هيدا منه براكتس كتير بيتطبق بالميدل ايست يعني انت اليوم ليكون عندك الشغف انه تروح تعمل شوز وتبلش من انت وصغير وتروح على باريس وتلجا لاخر بلان انه تعمل هيدا الشيء شو الشيء اللي دائما كان عم بحور ويدور براسك لتقدر انت تلزق بيور بيربس وتوصل له انت شو اليوم اسئلته حلوه 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 لا والله بيجي برو كل سؤال بو مان لا بس لما اي ونت ثرو ماي ديفورس كتير خفت السلف كونفيدنس تبعي بحالي لا تو ليفلز يعني دراماتيك وثرو ثيرابي باي ذا واي ذس از سمثينج مش انه اي ريكومند اي هايلي ريكومند هذا الشيء غير لي حياتي يعني اللي هو الكوجنيتيف بيهافير ثيرابي لان كنت دغري سولوشن دريفن يعني دغري روح عند الثيرابيست انا وظاهر حس حالي احسن لحديت ما يرجع اللي بيي ارجع دبريس يعني بس كون انبسط بس يوجري لا 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 هيك بيي سوبر سبورت باي ذا واي بارت كثير كبير من انا ذا بيرسون اي ام هي اهلي قد ايه سبورتيف واهلي قد ايه هن بينكتوا يعني كبرت بعائله بينكتوا كثير بتضحك يعني كبرت بعائله الضحك هو جزء اساسي من حياتنا يعني ما بتذكر اوتينج ما تضحكنا ما بتذكر عشاء مش بي قاعد هو ناطرينه العالم لهو بده ينكد سو كنت انا اكسبوز من ميله امي كمان مام بتضحك واخواتها بيضحكوا سو كان هيك في فايبس كل وقت انه بي عم يدارب على خالي باحلى نكته يعني عرفت كيف سو اوريدي كثير اهلي سبورتيف بس لما قطعت بالداونفول بعد الديفورس تبعي كتير خفت السلف كونفيدنت وكتير صرت هيك اطلع من الشغل انا عندي شركه وي ديزاين اند برودوس بورد جيمز سو اطلع من الشغل على الظهر نام ونام 3-4 ساعات وروح عند الثيرابيست قول له برو عن جد انا مش عم بقدر ولا تكون افيشنت ولا انه اشتغل ولا انه اوعى الشغل في شغله وحده من القصص اللي اشتغلنا عليها كانت الفيجواليزيشن كانت انه انت شو اللي بده يخليك تضلك تقوم على شغلك في شيء بدك تحلم فيه في شيء بدك تتخيله بكل تفاصيله manifestation وكان يلي تخيلته انه انا نهار بدي اعمل بباريس شو بمحل بساعة 2000 شخص سيتد اوكي براسي 2000 شخص بعرف على الأد انا شو لابس شو راح يكونوا تيابي بعرف على الأد مين راح يكون قاعد وين مين راح يكون بالكوليس وراي مين راح يكون قاعد قدام تخيل على الأد الضو كيف جايب وجه وعم تخيل على الأد كل المشهد اوكي 2000 شخص قدامي وكنت كل مرة اتعب من being a comedian غمض عيوني وقول this is the only way لقلي لأوصل لهيدا الشيء وهلأ لما I'm almost there okay, لما I'm almost أنه عملت شوات 1000 شخص ببيروت وI'm almost there أعمل شوات 2000 شخص رحت recently عند الثيرابيست بس رفت تذكر شو كنت قلي أنا I'm almost there
اللي صار وقت لك to visualize بعد شي bigger. واو هيك لقلي it was انه هلا هيك بتأثر لأن لقلي it was mind blowing لانه كنت حتى لما افشل بليلة ولا افشل كون ما حدا ضحك لي كل الليل ارجع هيك عشي بدغري فكر ولا لا 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 جون جون ما فيك تروح بهول النيجاتيف ثوتس لانه انت رح توصل سو في نهار رح توصل ونهار رح تقول مان يو ميد ات سو ذس از ذا اونلي واي شفت هيدا اللي جون انسبيريشن هيدا اللي انا قلت اولت الحلقه وعن جد ثانك يو فور شيرينج اول اوف ذس وبتفرجي انه وي نيد تو سفر ا بيت تو ريتش ذا فاينل ديستنيشن ايه بس رح ازيد بعد شغله للعالم اللي عم يحضروا هيدا الفيديو الفيجواليزيشن لازم تكون كتير ديتيلد يعني the more detailed it is the more بتعرف detailed عن المحل the more بتعرف detailed عن الأشخاص the more بتعرف details يا بتبرم يمين وشمالك 360 كيف فتت كيف ظهرت هيدا الشيء بيعطيك دوبامين لجسمك وهيدا الشيء بيخليك تقوم لأنه مش enough بس to visualize guys أنا بدي بيت على البحر بيقول لي التيرابيست تخيل كل تفاصيل البيت اوكي عندك شي. كلب عم يلعب مرتك حدك ولادك عم يكزدرو ضيعت ولد صرت عم تعيط له تخيل كل التفاصيل الممكنه لانه هيدا الشيء منه بس انه دائما بدك تتعب دائما بدك تحس انه كانه في حدا عم يسرق لك الفيجواليزيشن من محل بدك تروح برو خلص بس بدك تجيبها ايه بدك تجيبها ما, ما ما في طريقه لان انت يو وانت تو جيت ذير ذس از يور اون باث نقطه بس على الفيجواليزيشن دو يو ثينك فيجواليزيشن اكثر تجي من جول اورينتد ابروتش ولا دي باي دي سيستم وذن ابروتش شو انك كوربوريت قول باي ليك شو انك كوربوريت يعني هول الاسئله اللي بسمعهم بالتريننج تبعي وات دو يو ثينك از ات مور شو بعده يشتغل هو كوربوريت بعرف بس بدي اعرف انا انه اذا انت يو فيجوالايز فور اكزامبل هو اكثر انه عم تحط جول عم تجرب توصل له ولا فيجوالايزيشن بتبلش نهار بنهار سمول ستيبس افري داي لا فيجوالايزيشن هو اتس ا جول اوكي اتس كل شيء انت لوين بدك توصل انا مثلا اذا هلا بغمض عيوني بقول لك انه هلا انا قبل كنت عم اقول من 5 سنين بس بقول لك هلا بعد سنه او سنتين رح اعمل هيدا الشو بباريس ورح اعمل قدام 2000 شخص وبعرف شو رح يكون لابس وبعرف كيف رح يكون الضو وبعرف شو رح تكون الانترنس ميوزك تبعي وبعرف انه بدي احط كل هالانرجي تبعي towards this visualization بس شو بتعمل on day to day بتشوف قد ايه انت بعيد صح لانه هيدي كوتشينج بالكوتشينج سيشن بيقولوا لك انت عندك الجول بس بعدين انت شو البيزا من وين من وين مبلش أوكي. عندك فولو عندك فولوورز 100 شخص على انستغرام فاين مش غلط بس انت من وين مبلش هتعرف قد ايه كمان الطريق طويله وتعرف هاو تو ميجر المايلستون صح بنحبها بعالم الكوربوريت كي بي اي صح صح لا بدك تمجر كل شيء وسمارت جولز سمارت جولز بتذكرك كل شيء جوا بدك كيف مجر بالاكشنبل ما بعرف ناس ريليتابل نسيت اخر وحده تي في اثنين في تراكبل او تريسبل او تراكبل ولا تريسبل كلمه الكلمات تايملي باوند تايملي تايملي باوند تايملي باوند في مدرستين في مدرستين شرقي غربي حسب وين انت سو ضروري تعرف انت وير دو يو ستاند وشو هن المايلستون اللي بدك توصلهم قد ايه انت عم تقرب للفيجواليزيشن شو المشكله هلا تكون عم تشتغل شغل ما له علاقه بالفيجواليزيشن بصير تقول انت إذا أنت ما لقيت لينك لهيدا الشغل عم بيقربك من الفيجواليزيشن تبعك كارثة أوكي وقف هيدا الشغل وجرب لقي شغل تاني بيقربك على الفيجواليزيشن however أوقات رح تضطر تشتغل شي ما خاص لأنه عايز تجمع مصاري لتقدر توصل لهالفيجواليزيشن سو أنت مش الشغل نفسه اللي بيحمسك that will motivate you بس هو أنه هاي الشغل رح يوصلك لهيدا الشي كتير اشتغلت قصص ما حبيتها بدبي أول ما جيت بس كان دايما براسي انه انا هاي الشغل اللي ما بحبه هلا بعرف لوين رح يوصلني بالمستقبل لانه this is milestone عم بقطع
رفت so that's it. هلا حسيت سمعنا من جون you know the corporate guy اللي بيعطي trainings بدبي مش دي شو اول شيء I present myself بقول انه I'm a comedian first, entrepreneur second, consultant third. لانه صراحة كل شيء تعلمته هي من ال comedian part, يعني how to fail more often, how to embrace failure, how to fail more often, how to engage with my audience, how to adapt the yes and theory بحياتي. هولي تعلمتهم من ال comedy, رجعت طبقتهم على entrepreneurship, وهلا فيي اجي اقول لك ايه ليك هو ليه في يطبقون على غير بزنس كمان. كتير حلو yeah. كتير حلو. بس أنا back to the point of the comedy, مثل ما قلت بتحط أنت visualization, يعني the goal اللي بدك توصل له, بس كمان بتقسمها step by step. صح. كيف كنت يعني أو كيف بعدك ما بعرف تغير وبركة بتجهز how do you prepare the jokes yeah. You know كيف تخترع الجوكس الجديدة عرفت. اول شيء في شيء كتير بالجوكس تبعي كتير ستوري تيلينج اوكي سو كتير قصص صارت معي وكتير صعب علي اخبر شيء ما صار معي. رح اخبر شيء انه ما في شيء من يلي انا بخبره اون ستيج منه صاير معي اوكي لانه يوجوالي العالم رح تحس انه سو شغله اصعب بارت من شغل الكوميدي هي تو بي اوت ذير وتو ليف از ا نورمال بيرسون. أصحابي صاروا يلاحظوا علي أنه فينا نكون بعشاء وأنا عم بكتب قصص على تليفون يعني بيكون حديث قطع حلو وبعرف أنه هيدا الكلمة اللي قطعتها رح ترجع تطلع ستيج نو واي تزمط يعني نو واي يعني يا بكون أنا قلت شيء يا صار سيتويشن معينة قدامي يا توبيك معين عم ينحكى فيه مان هيدا كيف يعني بعد ما حكيت عنه. So you need to be out there. By the way, rule number one, okay, لدرجة إنه you need to be out there. كنت عم بسمع كوميديان إنه you need to be out there. عم بسمع بودكاست كانت بجورجيا مع صاحبتي وبقى يقول you need to be out there, you need to be out there. أنا عبيت بوز بوز بسياحة. جيت صاحبتي قالت لي جون ما قصده إنه هلا. قصده اللحظة. ما إيه. هاي by the way قصص بخبرها هلا بماي نيو سيت. صعب تكون out there as a comedian. كمان العالم كمان عندهم expectations منك تكون قاعد انا بطلت حب يا اخي بظهر العالم expecting مني يلا شو جان اخي ما شو جان شو انا جاي كل مرة performing ما انه كمان انه لقلي تالي عبالي بس عيش حياة عادية انه اظهر بس انبسط مع اصحابي نروح اخي نسبح نتسلى رفت هولي اصحابي بالمدرسة اصحاب الطفولة يضحكوا علي على شيء انا عامله رفت عادي انه to live a normal life. ها اصعب شيء لانه like I understand it. انا هلأ حيطلع كتير بايخ اللي حقوله بس انه مثلا كنت بالمطار اوكي وانا من النوع اللي بالمطار بحب اركض لوصل على اجيب شنطه واطلع من المطار انه في عالم تانية كتير بتاخد وقتها بالمطار وبيمشوا عادي كأما في ولا شيء وراهم فانه these type of situations انه بحس هيك في العالم بتطلع نكت من وراها like their real life stuff. صح لأنه you're out there. هلأ كمان بدك تنمي your observation skill observational skills. So أوقات as comedians نرجع على البيت تكتب شو صار معك بنهارك مش ضروري القصص بتضحك تكتب كل شي صار ترجع تبلش تركب قصص على بعض تقول لك هيدا ذكرني بشي صار معي غير محل يا بتفوكس على اللوكيشن يا بتفوكس على الأشخاص يا بتفوكس على التايم يلي صار معك هيدا الشيء وبصير يخلقوا القصص براسك وتعمل analogies معينين. طيب هلا بيناتنا يعني إذا طلعت تليفون وكتبت يعني نحن هلا عم كتبت هلا حاسس جيني corporate joke بس لا هلا corporate joke أنا هلا full on على عالم الكوربوريت يعني مش إنه لإلي أم enjoying هيك لأنه أنا قطعت بفيسز كانت كوربوريت on off بعدني بعطي trainings لعالم الكوربوريت so لإلي مني بعيد عن الدومين ولقلي بعرف مقاس الدومين قدي العالم جواته شو بتحكي وطالي عبالي طلعون ما في محل مش كتار الكوميديانز اللي قطعين بهالبات بايدو هيدا شي كتير حلو بالسين
بلبنان وين ما كان انه every comedian has his own point style. Of view على القصص. احنا كل حدا عنده his own story, he عنده something to tell لألو personal super different. يعني انا الباث تبعي وتبعك وتبعك to completely different, ما قطعنا بثلاث حياتات مختلفة. اوقات we merge, تعرفنا على بعض بدبي, بكرة من فل بنصير كل واحد بمحل. خلينا انت هالحياة قدي يونيك لكل شخص وقدي insightful, سو قدي غنية تروح تخبر عن هالحياة اللي عشتها on stage يعني. مش يعني ما هاي هي observational. مش يعني انت ما عشت قصص interesting, it's the way you see the same thing. يعني انت فيك تكون صار معك حادث بجورجيا وقلت ما ها هي خلصت. انا بالحادث باي دوي, هيدا مش هيدا شيء ريفلكس جديد, قبل ما كنت هيك, قبل كان بدها تاخذني وقت. هلا اوقات قدرت الكوميديان دغري اون سبوت تقدر تشوف ما برو لك هالاوبورتونيتي لالي. انا عم انا معك جون ليك, يعني هول بالعكس they're very good, that's how a comedian needs to think. بس sometimes would it put him in a harmful situation mentally, انه واحد كوميدي طول الوقت فكر اوكي هاف الضحكه. يعني خلينا ما نروح بعيد, روبن ويليامز يعني he was the one of the funniest guys out there, stand up comedy. He went through lots of stuff, he took his life. فانه هالشيء is it even, خاصه عنا, is it even talked about a lot, انه اوف اوف المنتل توفنس. اي ثينك هي اصعب شيء بنواجهه اياها لالي. هافينج ثيرابيست او ذات يو تراست, انه انا الثيرابيست تبعي وكبنه اوكي يعني. لا واكيد هلا راح يحضر الفيديو بكره يقول لي ليك انت عملت هالغلط. يعني انه هاو انت كيف يو سي ات او شو سو وكبنه من وقت كثير طويل. بس هيدا الشيء كثير ساعدني لالي كمان تو بي جراوندد اهم شيء. لان اوقات يعني اوقات خلص بنصير عايشين الحلم, مفتكرين حالنا نحن شيء ونحن ماشي. يعني كثير ضروري حدا تو جراوند يو, نعرف على قد نحن وير دو وي ستاند رايت ناو. وكثير ضروري حدا تو ريفريم القصص البشعه اللي بتصير معك. يعني بتصير انه الكوميدي كمان از بزنس, اتس ا هول بزنس. ما كنت عارف انه هالقد اتس بزنس. سو في كتير عالم بتخانق معهم on the way, في كتير عالم that I trusted that I don't trust anymore, في كتير incidents بيصيروا معي انه بقول مان انه انا بالاخر كوميديان. يعني مش مفروض تكون هالقد القصص complicated, ولا مفروض هالقد القصص تاخد لي efforts. وهون بيساعدني كتير ال professional support اللي هو therapist to reframe هول الأفكار ويذكرني بال visualization صح, ويذكرني إنه John this is your path. أنت عم تقطع أوكي سكر هالباب بس فتح هول البواب, let's see things differently. دايما ببلش لي جملته إنه let's try to see things in a different way. وهيدا شيء كتير بيساعدني لا أقدر داين. however ما بدي خفف من قيمة ال challenges المنتل يلي كلنا منقطع فيهم. وما بدي خفف كمان من قيمة الباث. يعني أنا قادر اليوم بس روح عند cognitive behavior therapist تقول أنه okay now I feel better, بس أنه بركة at some point عوز أكتر من هيك in order to feel better. لأنه كمان الستريس يلي عم نعيشه والانكزايتي اللي عم نعيشه might require أكتر من هيك. في أني يعني هلا you went through a lot of lows مثل ما قلت, يعني بقصص عن جد that shaped you. I know the divorce was one of them, losing some people along the way was another. في شي incident صار اتخنقت مع عالم كمان عن جد بنتك و it shaped who you are today. اوف ما بعرف اذا عالم معينين اجمالا بهي ماي لاست شو بيقولوا لو لا ما 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 ماي لاست اوبشن هي انه اتخانق your last option last resort ايه last resort اكثر من مش على الكلمه قلت في كلمه كوربريت بس كوربريت last resort انه اتخانق مع العالم. بفضل لا انه اساسا I'm a people person. انا فت ما بس بتجي انا بتجي لانه بتجي لانه في محلات we create so many stories براسنا, وخاصه as comedian
مفروض تكون a good storyteller. So انت حدا بيقلك خبرية انت بتشوفها, you create your story براسك, هيدي الستوري بتاخدك into emotions, you start reacting in a way, هالرياكشن يلي انت عملتها تجاه هيدا الشخص هي كمان something that تاني شخص will hear or see. هالرياكشن بده يخلق لستوري, من هالستوري بده يفوت بإيموشنز معينة, هالإيموشن معينة رح تخليه to react in a way, وبنفوت التنيناتنا بداونورد سبايرل. اوكي ما بتخلص, عرفت, بنفوت تنيناتنا وبنعلق التنيناتنا بهالسبايرل. اوقات بيكون حدا شوي ماتشور بيقطشها للسبب, يقول لك برو يا برو نحن غطسنا تنيناتنا بهالمشكل. اوقات خلص الإيموشن هيدا الأميجدالا ريسبونس, صح, الفايت أور فلايت, هيدا دايما أنت. اوقات بشتغل على حالي كفاية لما خلي هيدا الريفلكس تو كيك ان بمواقف مش بمحلة, بس اوقات خلص الايموشنز بيسبقوني, اوقات it's too late. يعني اهلي بيتحملوني, اصحاب الاقراب بيتحملوني, صاحبتي بتتحملني, بس العالم شوي ابعد برو مش مضطرين نشتغل, لان اوقات مش مضطرين نشتغل مع هيك كاركتر. مش يعني ما عم بشتغل على حالي, هيدا اصعب شيء عم بشتغله على حالي, انه ما انفعل بسرعه وما you're an emotional person. ايه يعني. كتير كتير, و it's something really bad, و it harms the business side of things. بس المهم عم تشتغل عليها. لا اكيد ايه, I'm aware, عم بشتغل كتير, طولت صراحة انه امي بتقلي ليك انه بركي لازم تشتغل اكتر. بس ليك I feel like a comedian انه you have a high emotional intelligence, especially لأنه you need to you know, deal with people, you know how to like observe, back to the observational skills or maturity, you know how to observe people, you know how to make people laugh, you observe the room, you know when to throw this, throw that. بتحس on the brighter side كمان في يكون عندك a positive contagious vibes مع مثلا your girlfriend, مع your friends. Do you feel sometimes لأنه they resort back to you, you know, انت بتعطي الجو, انت بتعطي positive energy, they can come to your problems knowing that you face your own. كتير كتير هيدا الشيء بيساعد اخلق اوبتيميزم. ما بحب كلمه بوزيتيفيتي كتير هيك بحارب, لا ما بحب كلمه اوبتيميزم. بحب انه ما تنبسط بالنص الملان من الكبايه, اوكي فكر كيف بدك تعبي النص الثاني. اوكي اتس لالي اتس ا واي اوف سينج ثينجز اكزاكتلي. وهيدا الشيء كتير ساعدني بالحياه انه ما اقول انه ذس از ات. اوكي ديفينتلي بقى تبع ما اكون جريدي كمان, بس قول اكيد في شيء طريقه اعمل قصص بعد احسن. yes. من محل ما انا هلا. هيدا الشيء كتير بيساعد العالم يحكوني بمواضيعهم, وام ثانكفول على ثقتهم. انا وقت كتير بيوصل لي مسجز حتى على انستغرام من عالم ما بعرفهم بيقولوا لي سمعناك بهيدا البودكاست و we got inspired من القصة, وانا I get emotional man انه ليه العالم عم يحكوني لقلي, عرفت, انه من اي متى صارت. وقت بجرب ما اعطي نصايح, بجرب خبرون انا شو صار معي, they can get inspired من الخبرية. بس اوقات it's overwhelming كمان, لانه كمان ما بدي كمان يكون في عنا, رجعنا لاول حديث اللي هو expectations. you expect من كوميديان يضلوا مبسوط كل حياته, ما نحن المزري اللي بتحملنا النكت. يعني كمان so this is something I'm نتعلمه on the way how to deal مع كل شيء, مع كل شيء حولنا. ما عندي جواب على هالقصص, بكرة لما تستقبلوني بعد أهلا وسهلا, بس عندكم شركة بودكاست هيوج وهيك نعمل بعد شي 5 سنين بركي we can reflect على هالقصص. أكيد لأن بعدني مني أكيد how to deal مع هول القصص لما you get شوي overwhelmed من expectations العالم. كل واحد يشغل حاله يتحسن. بس speaking of comedians, عاساس نحن ما عم نحكي عن comedians كل الحلقة. what a great topic. بعد اوقات do you feel كمان انه some stuff are taken too far, انه حاعطيك example مثلا هلا هيدا it's a very controversial example, بس مثلا وقت ويل سميث طرقه كف لكريس روك لأنه كان عم بينكد يعني he's a comedian doing his thing, بس أنه باعتقادك كان عم بينكد خلص أنت قلته كان عم بينكد. لا كان عم بينكد أو واضح كان عم بينكد, لا ما فيها شيء. وحتى بلبنان do you think يعني الكوميديانز هلا في منهم بيزيدوها شوي, لازم يخففوا الدوز. again بيخففوا الدوز بالنسبة لشو؟ بالنسبة للتراس اللي already بنيوها مع الاودينس. رح اعطيك اكزامبل, انا في اعمل نكتة on stage, بيطلع كوميديان يعملها هي ذاتها,
and it could be perceived in so different way, okay. A total different way. ليه؟ لأنه أنا مثلاً أعتبر they trust me أكتر, حاضرين فيديوهاتي قبل, حاضريني قبل, بيعرفوا where I'm coming from. يطلع كوميديان تاني يعمل نفس النكتة يقولوا لا برو معلم أنا لا ما بقبل أبداً هو هيك يحكي عن هيدا الموضوع. فيكون العكس, حدا غيري يعمل نكتة لأنه they trust him. كمان رح يقولوا مان ليك مان نكتة مش معقول شو قوي هيدا, زي ما قلت أنا عملها بقول لا لا جون ما فيه يحكي عن هالموضوع. It has to do how we're building, how you're building the trust. How you're building the trust. وهيدا الشيء بده كتير وقت ولازم نكون aware. By the way, حكينا قبل عن emotion intelligence, بس أول part هي self awareness, صح؟ So you need to know, صح ما أنا بعرف ما. أنا تركت الكوربريت. So هاي البيراميد طبعاً بصير تكب أسامي دانيال جولمان. Okay, so إن أول part هي self awareness, so you need to be aware عن أنت where do you stand, عن قد إيه level of trust. Go ask feedback يا أخي. By the way, ما أنا كتير recommended بعالم الستاند اب, بس أنا لقلي go and ask, ما خلي العالم يعبروا يقولوا لك هي بنحب النوع تبعك بس ما بنحب هالنكتة وبنحب هالنكتة ما بنحب لما تحكي عن هول. فاين, عرف انت where do you stand, خد لقلك. سو بعدين بتفوت بالمثلا بالسلف ريجوليشن, يو نو اكزاكتلي ايش راح تحكي عنه, اند يو يو تيك ات فور. بتعتقد الاندستري هلا نحن عنا ببلاد العرب تسمح لواحد يكون فول تايم كوميدي؟ اكيد اكيد. لا مش انه اكيد اكيد, اي ولا مره كنت هالقد اكيد. بس ات وات بوينت انت بعدك لهلا انه يو هاف كوميديان الحمد لله دوينج فيري ويل, بس بعدك كمان عم تشتغل شويه تريننج وكذا. بعدني عم بترك بقيه الشغل لانه اي لايك انه عبي وقتي, عندي انكزايتي من انه وقتي يكون فاضي, هاي مش لتاني عم بشتغل عليها. انه دائما بحس انه ام نوت برودكتيف انف. اي ثينك عالم الكوربوريت شربني كثير من مياته من احنا وصغار لدرجه دائما بحسسوك لازم دائما يعمل شيء. كبرت ببيئه كثير يسوعيه وين بيخلوك انه لا 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 دائما لازم تعبي وقتك ودائما لازم يكون في شيء عم تعمله. سو بعدني بهيدا الجو. هاويفر اي ويش انه في يكون فول تايم كوميديان. اذا شي نهار رح نقي شيء رح يكون فول تايم كوميديان كتر خير الله. هلا كمان كل ما عم نشهر اكثر ماي بزنس عم يشتغل اكثر بديزاين البورد جيمز والستيشنري ستاف, وكمان عم بعطي تريننجز اكثر. البزنس ما بضحي فيه بصراحه لان ما كثير بحبه, هيدا اسا فاميلي بزنس ما بلشته من زمان. سو كمان طالع بالي يضل عم يكبر بنفس الوقت. بس لإلي كوميدي is what I am today. I'm a stand-up comedian. I need to assume كل my responsibilities as a stand-up comedian. Because that's where people see you. Yeah, بالمواضيع اللي بحكي عنها, بhow I behave بالمجتمع, بhow people perceive هالمهنة. عنا كتير مسؤولية تجاه هالمهنة. إذا نحنا بلشناها, نحنا ما بلشناها, إذا نحنا اليوم عم نبنيها عم نكبرها let's say. أوكي, لأنه في كوميديانز كتير قوية بلشوا حتى السين ببيروت قبلنا بكتير. سو نحنا اليوم مسؤوليتنا هي نترك الاحترام تجاه هيدي المهنة. أوكي, لأنه منا هينة to cope مع كل هالتشالنجز يلي عنا إياه هون. وكمان ولا مرة بحي الله انترفيو دايما بقول انه عن جد مش معقول قديش لوكي حتى انه نكون اليوم بالامارات, وين هالقد الدولة داعمة للستاند اب كوميديانز. يعني دبي كوميدي فاستيفال هم من المايلستونز تبع حياتي, وين صورت الشو تبعي وهلأ رح ننزله ونرجع اونلاين. وين ما كان بتحس هيك في سبورت, كيف حتى الدولة هون بدهم ياك تو support artists. روح مان روح وهيك وجرب وما تعطى الهم, وكأن احنا وراك وطلع وgo and shine. عرفت انه كمان حلو الشعور تكون ببلد بيطلع عبالك في تحلم انه راحوا انتو دين عبالكم تعملوا بودكاست, ايه يلا نعمل بودكاست, شوف شو بيطلع عنده وماشي عنده, ما دالي عبالي انا اعمل برودكت جديد نزله هلا عالسوق, بيطلع عبالك تجربه وتحلم لان في سبورت كمان موجود. لا اكيد, وبشوفك انت عن جد يعني take so much pride and genuinely speaking انه انت you are a stand up comedian, you made it very clear انت number one stand up comedian قبل كل شيء. وobviously you are active on stage. Do you have any plans or are you actually active
off stage by helping others to achieve and to move forward with stand up. I think part من شغلي بالcorporate field هو to empower others to believe in their circle of influence. هاي كلمة كبيرة بعالم الcorporate. خليني سجلها. circle of influence is key اليوم للعالم يعرفوا إنه there are things within their capabilities. We tend to victimize ourselves daemon and we tend always to feel and we're helpless okay or في villains out there صح هول الستوريز اللي بنخلقهم لحالنا وبننسى قد ايه عندنا تاثير على على محيطنا so اذا واحد within his own department بالشركه ولا حتى بمكتبه كيف ستيل مكتبه ولا ولا بشركته الصغيره دائما بنخفف من قد ايه عندنا تاثير على مستقبلنا بارت كتير كبير من شغلي مع عالم الكوربوريت هي انه العالم يوثقوا بحالهم لانه تخيل انت اليوم ما بقى بنحكي بس عن entrepreneurs عن عالم فتحوا شركاتهم بس within companies نحكي عن intrapreneurs عن عالم مسؤولين within their own department يغيروا الدنيا وشركات بدهم to empower جماعتهم يقولون خي روح انت عمول اللي بدك بس ما عاد يجي يسألني شو لازم اعمل بكرة مثلا عالم الشركات هي كمان خاصة كتير غريب بس حتى بال باليو اي اي في شركات هيوج they are empowering عم يعطوا resources لجماعتهم يقولوا خي روح جرب انت معك وقت كذا نهار بالسنة توليد على نيو بروجكت طالع عبالك انت انت تجربه وبنشوف بعدين كيف يعني نشتغله سوا take ownership حلو بقى هذا الكوربريت يا عم يعني في كلمات في كلمات عم يطلعوا اوكي هاو تو تيك اونرشيب للقصص وتو تراي تو اتشيف سو هيدي الفكره هون لالي ات ميك سنس ليه بعدني عم بعطي تريننج صراحه اي انجوي كمان اعطي تريننجز لاورجنايزيشنز ببيروت لشركات ببيروت لانتربرينورز ببيروت لشركات صغيره عالم بدهم ينموا هيدي الثقه لان انا حتى بعد تفجير المرفق اي لانش هيك انيشيتيفز صغار تو سبورت مايكرو بزنسز ان كان لقلل القصة انه هيدا المايكرو بزنس يلي عنده ايه اذا قدر هو to self sustain himself financially بنكون بطريقة معينة عم نقطع عنه الكوردون امبليكال مع الرجيم صح بنكون عم نقطع عنه هيدا اللينك اللي دايما عنده ايه مع النظام so we have to empower people part of us being on stage who to empower others to speak up ولا speak out speak up part منا صح to speak up so أنا ما عم بحكي بس عن جون أكتر ما أنا بكون relatable بكون عم مثل كل العالم اللي عم يحضروني عم نضحك سوا it's a conversation بالآخر أنا قلت الكلمة بس نحنا كلنا إذا عم يضحكولي يعني كلنا عم يعني نفهم كلنا نحنا عم نفهم أنا شو قصدي و this will remain my number one priority هي to empower others amazing جون يعني we tackled lots of topics حكينا حكي حلو كتير 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 ما بعرف اذا ماهر بعد بدك تزيد لا I think خلص يعني take ownership بالتريننج حلو take ownership بالتريننج يعني بدي انا اتشكرك جون اذا عندك حيلا شيء بركي بدك توجهه لهالجيل اللي عم بيطلع الجديد you know of Lebanese whoever of Lebanese and Arab region كله يعني جربوا وفشلوا جربوا وفشلوا وفشلوا اكثر يعني نحن الفشل خيمنه بارت بالكولتشر مظبوط بقول لك فشل هذا بس أخبرون خبرية هيك آخر خبرية عملت شو ببيروت بفرتيل ببرمانة شو كان كتير عاطل كتير عاطل يعني ما أنا كنت on stage I wasn't present ما كنت عم بقدر أفهم ليه الكراود ما عم يضحك لي ما it was a super heavy night فل كانوا أهلي بالشو فلوا بلا ما يحكوني دقيتلهم تاني نهار قلتلهم جايز انه انتو كنتو بالشو مبارح قال ايه قلتلهم ليه ما حكيتوني قال ما حسينا الشو عاطل قلنا ما بدنا نزعجك قلتلهم جايز بس انتو وصفتكم كأهل هو تكوني حد بفشلي صح انه ايه بس زيدي هيك بس قال لك انه usually culturally يعني لدرجة امي قال تاني نهار قال عم تنبش على articles how to let comedians to get inspired امي عم تنبشي قال انا فايت حيطان وهي بدها تساعدني عم تبعت لي سو لقلي بس هيدا كتير بفرجي لانه كتير صعب علينا نتقبل الفشل صح yeah. لانه اوقات اهلي قد ما كانوا سبورت بس بشوفوك بتفشل ما شو عم يصير واختربت الدنيا وراحت سو لقلي it's always about
تفشل مور أفن، جرب قصص جديدة، هيدا الشيء الوحيد رح يعلمنا لنصير عالم. هيدا وليد قال لي إياها بآخر بودكاست صورناه، إنه you only fail when you stop trying. When you stop trying. Exactly. Thank you كتير جون، عزبنك. آخر شغلة شرفنا بهاير تيك. آخر شغلة نطلبها منك إذا فيك تطلع على الكاميرا وتقول always have a higher take، هيدا السلوغن تبعنا. Always have a higher take. Cheers.